قصر المنيعة بولاية غردايا معلم أثري وطني مصنف منذ 1995، تسميات عديدة أطلقت عليه، أولاها توريرت بالبربرية ومعناها الهضبة، شيد فوق هضبة هرمية الشكل محاط بهضبتين أخريين يطل على الواحة المترامية. القصور الصحراوية المعروفة التي بنيت في العصور ما قبل الفترة الإسلامية، وذكر هذا القصر في عدة مصادر تاريخية، ولقد ذكره أشار إليه ابن خلدون بالإضافة إلى البكري في القرن الخامس الهجري، وذكر البكري بأن هذا القصر هو بناء للأول بمعنى أنه بني قبل الفترة الإسلامية. والوثيقة التاريخية التي وصفت القصر بصفة جيدة هي الوثيقة المعروفة أو الكتاب التاريخي المعروف برحلة الموائد الذي كتبه الرحالة المغربي العياشي في 1662. يتميز القصر بثلاث مستويات من الأسوار الحامية ضد الغزاة. آخر من سكن القصر هم الشعنبة من أولاد طريف من متليلي، شارك أهله إلى جانب الشيخ بوعمامة، ولم تطأ أرجل المستعمر المكان إلا سنة 1873.